صباح الخير، نورتونا، اهلا وسهلا فيكم. هلا الصابون الغار بتعرفوا انتم، الكل بيعرف انه حلب مشهوره بصابون الغار والزعتر الحلبي يعني، فنحن كثير بنعتمد على صابون الغار. فهلا صار صابون الغار كان قديم، في 8 براميل، في 7 براميل، في 6 براميل، في برميلين، في 3. هو صابون الغار بعده نفسه، بس طورناه بطريقة تانية، بطريقة التقديم. يعني دخلنا مثل مكونات البابونج معه، الورد، الزنجبيل، يعني كذا طعمة، صار في له غير طريقة تقديم أو استعمال أو أي شيء. طب فينا نشوف شوية نماذج معك مع حضرتك مميزة مثلا؟ يعني هلا عنا مثل هالقلبه، هي نحن مسمينا هديه حلب، وعليها كثير، يعني فيها تشكيل كامل من من انواع الصابون. يعني فينا نقول الغذاء الملكي، في زيت الزيتون، في الشاي الاخضر، في البلمسك والعنبر، يعني بيعطي مثل ريحه وقت نحن عم نتحمم. هو الاصل صابون غار، ولكن دخلنا فيه شيء زياده انه بيعطي بريحه، بلمسات شيء من الاعشاب، يعني دخل مع الصابون. فينا العلب الشرقيات، هي صرنا دخلناها جديد، هي بصير يعني عم يجينا اجانب، عم بيجينا حدا من برا، عم يختاروا بيحطوا صابون علب، ومثل ما نكون شايفين هيك بيقدموها هدايا، بتصير مثل كأنه رمز حلب، بيحطوا قطعتين صابون، حدا رايح لعند حدا بيهدي. يعني طريقة تقديم صارت أجمل، دخلنا المزيك معه. طريقة تقديم، في عنا مثل هدية حلب، يعني هي قلعة حلب محطوط عليها هالأمبلاج هذا الحلو الرائع، يعني رمز عن القلعة، عن بلدنا، منحط فيها كمان صابون، بيحطوا فيها حلب صابون وبيقدموها هدية. هيك صارت طريقة التقديم أحلى، أرتب يعني، هيك كذكرى، كذكرى من حلب. وفي عنا كمان نحن مجهزين عنا، يعني عندك هون، تفضلي شوفي شلون هيك، شايفين؟ ايه، هي قلعة حلب، وهي تشكيل كامل من صابون، من أي حدا رايل عند حدا بيهدي، يعني بتصير رمز حلو مدينتنا، لبلدنا، لسوريا.